فهي فكرة فعلا الثقة بالنفس لما بتبقى مرجعيتها ومركزيتها ربنا، بيتزن الإنسان وبيبصر بقراراته وبترجع له فعلا إنها يبقى إنسان واثق من نفسه. لا ليه دايما متعارف عليه إن الرفض بصفة عامة بيهز الإنسان في ثقته بنفسه، بالذات طبعا الراجل لما يترفض؟ والله الرفض يعني قد يكون لأسباب غير الأسباب اللي أنت مقتنع بيها، لكن دايما كل إنسان عنده عزة نفس، وكل إنسان حينما يود أن يخطب أو أن يتزوج يذهب إلى الفتاة وهو يظن أنه لا يرفض ولا يرد، عنده ثقة بالنفس، أنا مهندس، أنا طبيب، أنا كذا، أنا كذا، أنا ما ترفضش، أنا معايا، أنا ما ترفضش، محدش يرفضني. فهو لم يعتز بالله ولكنه اعتز بنفسه. فرق كبير طبعا. نشرحها جدا. بقى يا شيخ محمد. طيب يعني ايه؟ خاصة ان الفترة الاخيرة حصلت حوادث قتل طبعا نتيجة طبعا الرفض. طبعا هو مش نتيجة الرفض فقط، طبعا اكيد، يعني النتائج التي حدث من اجلها القتل، يعني الاسباب اسباب واهية، كل من نفسه بليلى وليلى لم تمني نفسها لأحد. يعني تاني، كل واحد ظن ان البنت دي بتحبه وعاوزاه، فلذلك هو من نفسه زيادة عن اللزوم، وأخذته الثقة أنه لن يرفض، ومع ذلك لما حصل لم يعتز بربه، لم يعلم أنه قضاء الله سبحانه وتعالى، لم يعلم أن الأمور كلها تجري بالمقادير. طب الفرق بين عزة الإنسان بنفسه وعزته بربه؟ تمام. عزته بنفسه ظن أنه لا يحتاج إلى الخالق، وعزته بالله يعلم أن كل شيء إنما هو بأمر الخالق، كل حاجة بأمر مين؟ ربنا. لن يكون في الكون أو لن يجري شيء في ملكوت الله وفي كون الله إلا بقدر الله، عشان كده أنا عزيز بالله يا من رب. كان أنا يريد العزة فلله العزة جميعا كلها، فلله كلها عزته، فلله جميع. العزة جميعا تمام. كلها طبعا لله، كل العزة لله سبحانه وتعالى ولرسوله وللمؤمنين. يبقى من اعتز بالله أعزه الله، ولذلك كان يقولون كده، علمونا، ما ندم من استخار. بيستخير ربنا، صلي ركعتين مش تتعب، واستخير المولى في الأمر، إن جالك إشارة من ربنا توكل على الله، حتى إن رفضت هتبقى عندك قبول داخلي لأنك استخرت مين في الأول؟ بالظبط، ربنا، المولى سبحانه. بيحس بلطف من ربنا في طبعًا النهاية، ده اللي طبعًا بيسنده طبعًا في أي طبعًا قرار، سواء راجل أو ربما ست يختار في كل الإنسان الأحوال. امرأة وهي التي تكون سبب في تعاسته، وقد تختار الفتاة رجلا وربما يكون هو السر في تعاسته، وكلنا نرى الطلاق المستمر كل 5 دقائق. أيوة. على طول باستمرار طلاقات. ليه؟ لأننا لم نستعن كما أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزواج. الطرف الثاني السيدة زينب، موقف برضو استوقفنا جدا. فكرة ان هي تقول انا ارفض صحابي وهو حب رسول الله عشان خاطر كان عبد، هل ده مشروع؟ طبعا طبعا، انا كرجل اختار من اريدها ان تكون زوجة، وهي كامرأة لها مطلق الحرية في الاختيار، تختار من تحب او من تريد او من تطلبه زوجا لك. امال الرسول قال من ترتضون خلقه ودينه، هي كده ايه؟ من ترضون خلقه ودينه، نخلي بالنا. ما هو احنا كنا في عصر الصحابه، كل العصر نرضى خلقه ودينه، اصحاب سيدنا النبي كلهم خلق ودين بالظبط، تمام، كله موجود. لكن لما سيدنا النبي قال في الحديث، هجمع بقى بين الاثنين، ايوه، تنكح المراه لاربع، لمالها وجمالها وحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هل معنى الحديث أنني لا أبحث عن المرأة الجميلة؟ ده تبقى كارثة. طبعا عن ذوات الحسب تبقى كارثتين، طبعا عن ذوات المال تبقى 3 كوارث. طب لو جبت جمعت كل الخصال تبقى أفضل امرأة، زي ما سيدنا النبي لأنه قال كده، تنكح المرأة لي يبقى لم تعليل. لأربع حاجات، يبقى الأربعة مكتملين. أيوه، فيش مانع ان تبقى جميله وتبقى ذات دين. طب ينكح الراجل لايه بقى؟ لخلقه ودينه. لخلقه ودينه. لان الله قد قال في القران في سوره الطهر والعفاف في سوره النور، وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. طيب ما هو مش كل صالح ينفع، وده نموذج اهو، سيدنا زيد بن حارث ما ينفعش ليها. قد انفع لامراه
وقد لا أنفع لمرأة. أيوة. الفكرة أنا عاوزة مين؟ أنا ارتضيت صالح، بدور على الصلاح. لكن صالح عنده، لكن عنده صفة مش مناسباني، مش عيب فيا. مش عيب فيا. لكن ميزة السيدة زينب إيه بقى؟ أن الله أراد أن يقيم بها شرعا وأن يشرع بها حكما. ما ده أكيد. أنا بتكلم في قصة الشعور الإنساني وتقدير الرسول عليه الصلاة والسلام لمشاعرها، إن هو ما حدش جه نهارها أنت سايبة صحابي وجاية بتقولي عشان كان عبد. لا إطلاقا، ما نهرهاش خالص على المعنى ده. السيدة زينب أمنا زينب وافقت إمتى؟ وافقت بأقوال سيدنا النبي؟ لا، ده سيدنا النبي اللي راح وطلب وطلبها. أيوة. وهي رفضت، قالت وأترضى لي يا رسول الله عبدا أو مولى؟ فقال أرضاه لك. فقالت كلا والله حتى أؤامر ربي، أنا هستخير. وصلت استخارة، وبعد الاستخارة وهي بتصلي استخارة نزل الأمر من الله. هنا بقى ملكش خيرة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خلص الموضوع. فقالت يا رسول الله والله لن أعصي لك أمرا حتى لو أنا مضطر. لكن حتى هل لو أنا مضطر. تمام. هل تجبر المرأة على هذا الأمر؟ لا تجبر.